السلام عليكم واهلا بيكم حلقه جديده ويوم جديد ومزرعتك في بيتك. وعندنا النهارده جميع اسعار الكتاكيت شركات واهالي وتنفيذات المزرعه وكمان اسعار الاعلاف. عندنا النهارده بشرة حلوه جدا لكل اخواتنا المربيين. ولكن قبل ما نبدا الحلقه انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش يا جماعه تكتبوها بايديكم في التعليقات تحت الفيديو وخلوها شاهد لينا يوم القيامه وخلوها كمان ذكر على لسانكم، صدقوني بتفتح الابواب المغلقه. النهارده عاوز اقول لكم ان في بشرة حلوه جدا في اسعار الكتكوت الابيض تحديدا. عاوز اقول لكم كمان ان اسعار الاعلاف نزلت جدا، ما تخلوش حد يستغلكوا ويبيع لكم الاسعار الاعلاف بالاسعار القديمه يا جماعه، لان فيه نزول كبير جدا في اسعار الاعلاف. ونصيحه مني اخواتنا اللي بيدخلوا كتاكيت دلوقتي، ما تشتروش العلف كله مره واحده، اشتروا بس على قد استهلاككم وتابعوا اسعار السوق. طول ما الاسعار بتنزل ما تشتروش غير الكميه اللي انتم محتاجينها. اول ما تحسوا ان الاسعار بدأت ترتفع او ترفع يبقى اشتروا الكميه اللي انتم محتاجينها على حسب الكميه بتاعه الكتاكيت الموجوده عند حضراتكم. الحاجه الثانيه كمان اخواتنا اللي بينفذوا ارض المزرعه النهارده، التنفيذات حلوه جدا، مهم قوي يكون عندكم اوزان في الفتره دي، لان الفتره دي بصراحه يعني حلوه جدا للمربيين. اخواتنا اللي اتظلموا الفتره اللي فاتت كمربيين عندهم فرصه حلوه جدا ان هم يشتغلوا دلوقتي، الاعلاف نازله. اي نعم سعر الكتكوت غالي جدا، ولكن ده مش مقياس ان احنا نشتغل او نبطل شغل يا جماعه. اخواتنا المربيين اللي عارفين يعني ايه تسمين دايما شغالين، الكتكوت غالي رخيص دايما لازم نشتغل يا جماعه. خلاص كده في الاول وفي الاخر ما علينا غير السعي، ولكن التوفيق والفضل بيكون من ربنا، ولا هو شطاره ولا هو اي حاجه غير توفيق ربنا في الاول وفي الاخر. يبقى خلاصه الكلام اشتغلوا، الكتكوت غالي رخيص اشتغلوا يا جماعه، السوق رافع نازل اشتغلوا يا جماعه، الاعلاف نازله او رافعه برضو اشتغلوا يا جماعه، ما علينا غير السعي. طيب النهارده تعالوا بينا نبدا بتنفيذات ارض المزرعه ونرجع نقول اسعار الكتاكيت، وفيها مفاجاه حلوه جدا النهارده هقول لكم عليها. اخواتنا كمان اللي عندهم دوره تسمين ومحتاجين مننا متابعه، المتابعه معانا مجانا لنهايه الدوره، بتكلموني على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهايه الحلقه. وتعالوا بينا نبدا بتنفيذات ارض المزرعه ونرجع نقول اسعار الكتاكيت والاعلاف. البط البلدي ارض المزرعه 105 جنيه، والمحلات 115 جنيه للكيلو، الفرنساوي ارض المزرعه 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للكيلو، المولر ارض المزرعه 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للكيلو، البط المسكوفي ارض المزرعه 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو، البط البكيني ارض المزرعه 65 جنيه والمحلات 75 جنيه للكيلو، الارنب ارض المزرعه 80 جنيه والمحلات 90 جنيه للكيلو، السمان ارض المزرعه 50 جنيه والمحلات 60 جنيه للجوز، الروم الابيض ارض المزرعه 115 جنيه والمحلات 125 جنيه للكيلو، الروم البلدي الاسود ارض المزرعه 120 جنيه والمحلات 130 جنيه للكيلو، الحمام البلدي ارض المزرعه 85 جنيه والمحلات 95 جنيه للجوز. اما عن الفراخ البلدي النهارده ارتفاع قوي جدا، ارض المزرعه 100 جنيه والمحلات 110 جنيه للكيلو، انخفاض الساسو 93 جنيه ارض المزرعه والمحلات 100 جنيه للكيلو، ارتفاع الرزي والفيومي ارض المزرعه 95 جنيه والمحلات 105 جنيه للكيلو، انخفاض امهات الاحمر البياض 58 جنيه ارض المزرعه والمحلات 65 جنيه للكيلو، امهات الفراخ البيضه الهابرد الكبيره ارتفاع ارض المزرعه 63 جنيه والمحلات 70 جنيه للكيلو. اما عن الفراخ البيضه النهارده وفيها ارتفاع كبير جدا بيفرح المربيين، المعلن 68 جنيه والتنفيذ الفعلي ارض المزرعه 67 جنيه والمحلات 74 جنيه، ما تشتريش باكتر من كده كمستهلك. اما عن اسعار الاعلاف النهارده وفيها انخفاض كبير ومستمر، اعلى عبوه علف النهارده ال 25 كيلو سوبر 470 جنيه بادي، 460 نامي، 450 ناهي. الكيلو قطعي في المحلات بيبدا من 21 جنيه ل 22 جنيه على حسب الشركه، الرده 40 كيلو العبوه 350 جنيه، قطعي في المحلات 10 جنيه، ادي العبوه النهارده 370 جنيه، الكيلو في المحلات 19 جنيه، المكرونه 180 جنيه للعبوه 10 كيلو، الكيلو قطاعي في المحلات 19 جنيه. اما عن اسعار البيض النهارده وفي ارتفاع، الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 128 جنيه، المحلات للمستهلك 133 جنيه، الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 126 جنيه، المحلات 132 جنيه للطبق، الطبق البيض البلدي ارض المزرعه 130 جنيه والمحلات 135 جنيه للمستهلك.
اما عن اسعار الكتاكيت النهارده، البط المسكوفي 44 جنيه، وقابل الزياده البيور 30 جنيه، المولار 38 جنيه، الشروفان 26 جنيه، للكتكوت عمر يوم، البط البكيني 26 جنيه، المسكوف المخلط 39 جنيه، الروم البلدي الاسود 33 جنيه، للكتكوت عمر يوم، الرومي البلدي البرونزي 33 جنيه، للكتكوت عمر يوم، كتكوت السمان عمر يوم الاسود 5 جنيه، والابيض البيور 6 جنيه، الروم الاسمر عمر شهر 72 جنيه، للكتكوت الروم الابيض عمر شهر 165 جنيه، بط مولر مستورد عمر شهر 58 جنيه، بط بيور ستار تسمين 33 جنيه، للكتكوت عمر يوم، البط الفرنساوي الابيض 27 جنيه، للكتكوت عمر يوم. اما عن كتكوت الجميزة، بقاله فترة مش موجود وحاليا متوفر، الكتكوت 19 جنيه، الجميزة البيور. رزي على وشه 18 جنيه، رزي فرز ديوك النهاردة 19 جنيه، بلد حر 11 جنيه، بلد مشعر 11 جنيه، الهجين العالي النهاردة 19 جنيه، الساسو والشفر النهارده 19 جنيه، والساسو الجيل الثاني 18 جنيه. اما عن الكتكوت الابيض النهارده، وفي ثبات واستقرار، وده معناه يا جماعه ان السوق بيجربوه الشركات، لو فيه سحب هيبقى فيه رفعه في الكتكوت، ولكن باعتقادنا ان فيه هيبقى فيه نزول الايام اللي جايه، لان السحب قليل والكتكوت الوقتي المعروض كميه كبيره مش قليله، فده معناه ان السوق بادئ ان هو يهدى شويه او يرد شويه بالمعنى اللي دارج في السوق. معنى كده اللي محتاج كتكوت بس يشتري، واللي مش مستعجل يقدر ان هو يستنى شوية، اكيد هيبقى فيه ردة كبيرة جاية في السوق، الله اعلم، ولكن دي كلها توقعات. الكتكوت الابيض الاهالي النهاردة 25 جنيه، والشركات بادئ من 26 لحد 28، طبعا فيه ثبات، وده معناه قلنا ان هيبقى فيه ردة جديدة في السوق. كلنا نتمنى ان الاسعار تهدى شوية علشان الناس كلها تشتغل. كل اللي انا عاوز اقوله لكم، لو محتاجين كتكوت نزلوا، مش محتاجين استنوا شوية يا جماعة لحد لما الرؤية تبان اكتر من كده. ولكن مهم جدا جودة الكتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا بيه، لان الجودة اهم من سعر الكتكوت. عاوز اقول لكم ان في اسعار اقل من ال 25 جنيه كاهالي، النهاردة تقدر تجيب كتكوت ب 23 جنيه، ولكن للامانة ما انصحش حضرتك او حضرتك انك تشتغلي بيه كتسمين، لان بجد هيوقعك. دي كانت الاسعار المعلنه النهارده، نتمنى يكون القادم افضل. اشتغلوا، ما توقفوش الشغل، انتوا بخير في كل احوالكم، الدوام الحال من المحال، السوق طالع نازل، اشتغلوا، ما علينا غير السعي، والتوفيق بيكون من ربنا. دي كانت حلقتنا النهارده، لو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد، ولو لسه مش مشتركين معانا بجد هيفوتكم كتير. تحياتي للجميع، استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بألف صحه وخير.